السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متتبعينا الكرام، كنتمنى من الله كل شيء يكون بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. مباشرة من أمام الإقامات ديال ميموزا، كما تلاحظون الأشغال على قدم وساق. كنا شرنا لهذا النقطة هذه ديال هالطريق هذه اللي كانت هبطات هنا جنب البومبا ديال يوم، واللي جات بالجنب ديال مشروع حي الفتح. كما كتشوفوا الطريق متوقفه، شويه الصبر وان شاء الله يكون غير الخير. الشركه المكلفه اللي هي جي تي ار راهم خدامين، اللهم بارك، بعد ما حفروا من جديد وقادوا الامور ديالهم، من بعد ما قادوا الامور ديالهم فالاشغال على قدم وساق. الناس خاصها تصبر شويه، ما عندك ما دير، لان ما يمكنش الاشغال قدامك، ما يمكنش غطير الطريق مسدوده. طلب الله تيسر الامور، واخا هو الله يكون في العوان، كاين اللي ملتزم، كاين اللي عنده الوقت، كاين اللي كله، وشنو الله يدير شي تاود الخير للجميع. الاشغال صراحه تبشر بالخير، تبشر بالخير، وهذا امر جميل، هذا امر جميل. وغنخليكم معنا، خليكم معنا، ما تنساوش ديروا لايك للفيديو والاشتراك في القناه باش يوصلكم الجديد. المشكل ديال الحفار اللي كنا نشرنا ليه مرارا وتكرارا، الحمد لله ها هو تصلح، ها هما خدامين فيه، رغم شويه الاكتظاظ وهذا شويه الصبر الاخوان، وكل شيء غيدوز، الله المعين. الدنيا كلها غتولي سكان، كلها شقاق، كلها خدمه، الله يسخر الجميع يا ربي. وكنتمناو من الجهات المسؤوله انها توفر مرافق ومجموعه من الامور اللي هي ضروريه واساسيه للساكنه باش تسهل عليهم مجموعه من الخدمات. الى هنا متتبعينا الكرام، كنتمنى من الله تفاعلوا معنا باش يوصلكم الجديد، وان شاء الله ما يكون غير خير. الى هنا استودعكم الله من امام مسجد خديجه ام المؤمنين، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.